السلام عليكم، كنقدم لكم راسي حسني نعيمة ومنتمية لشركة فوريفر، كندير انيماتور في شركة فوريفر. انا اليوم حاضرة في هذا المعرض، هذا الملتقى الاقليمي للابداع الفني والثقافي، وانا اليوم جيت كنبريزونتي البرودويات ديال الشركه ديالنا، شركه فوريفر ليفن، اللي هاد البرودويات مكملات غذائيه كتساعد على الصحه ديال الانسان، كتجدد مصنوعه من الالويفيغا اللي كانت دارت واحد الضجه اللي هي كبيره، والناس كلشي بداو كيتعالجوا بها، والحمد لله عطات نتيجه حسنه، والناس كلشي لقوا فيها الصحه ديالهم، على لقوا الصحه ديالهم على هذه المنتوجات هذه. اللي بغى ينخرط مع الشركه، كاين المقر ديالها في الرباط. هي الشركه ملي كتدخل اي دوله دخلت ليها كتحط الاداره ديالها في العاصمه ديال ديك البلاد اللي دخلت ليها. هاد الشركه هادي فوريفر ليفن دخلت المغرب في 2007، والحمد لله كان اقبال كبير على المنتوجات ديالها، والناس جربوا المنتوجات ولقوا فيهم راحتهم وصحتهم. ومن ضمن الحوايج اللي جربت انايا، جربت هاد لاغام هذه اللي كتصلح لسميتو الجهاز الهضمي اللي عنده سميتو الكولون عصبي، وكذلك اللي عنده سميتو جرثومة المعدة. انا خديتها جيت عليها لاباس، لقيت صحتي فيها، لقيت راحتي. من بعد خديت تريتمون ديال السكر ديال الكوليسترول، حتى هي لقيت عليها صحتي والحمد لله. جربت بزاف ديال البرودويات، جربت سوان فيزاج كان مزيان حتى هو عطى معايا نتيجه حسنه. جربت مثلا بالنسبه للاسره ديالي القريبه والعائله ديالي البعيده، اللي جربوا بزاف الدوايات، بحال واحد السيد من لافامي خدا هاد التريتمون هادي ديال البروستات وديال الجهاز التناسلي والبولي، كانت جابت معاه نتيجة هو حسنة. كذلك جربنا هاد البرودوي هذا لواحد الوليد من العائلة، خداه على قبل الرب والضيقة، حتى هو جا معاه نتيجة، والحمد لله كان إقبال كبير على هاد البرودويات. الناس كلشي بداو كيهربوا من لي برودوي شيميك، من الأدوية اللي فيها برودوي شيميك، بداو كيرجعوا للمكملات الغذائيه، والحمد لله الناس لقاو فيها راحتهم، لقاو فيها صحتهم. وانا كنشكر الله سبحانه وتعالى اللي عرفني على هاد الشركه اللي لقيت فيها داك الشيء اللي بغيت. بالنسبه كاينين ثاني جربت حوايج اخرين اللي هما الاناقه اليوميه، بحال السيكات العراق، بحال الدونتيفريس ديال السنان اللي كيحيد اللثه، كيحيد الكاركير، وكيحيد ليفزافت، ولا عندك الالام في الضرس ديالك حتى هو جربته كان مزيان. جربت هاد البرودويات هادو بالنسبه للناس اللي عندهم لاميوبي، عندهم نقص في النظر، حتى هما جاوا مزيان. هذا البرودوي هذا حتى هو بالنسبه للناس اللي عندهم جلاله، اللي عندهم ضفر في عينهم، اللي عندهم عينهم تتحرقهم تدوز بالدموع. جربت البيدون، هذا البيدون هذا اللي كان اللي انا في الحقيقه كان عزيز عليا بزاف، لانه كيقوي لك الدس ديالك، كيحيد لك السموم من الدس ديالك. هذا انا كنفضل كل شيء ياخذه، لانه فيه 12 فيتامين اللي ما كتقدرش تلقاها في الاغذيه ديالك اليوميه. كذلك بالنسبة للأخوات الإخوان اللي عندهم سمنة زائدة، عندهم خلل في الهرمونات ديالهم، كننصحهم باش يستعملوا هاد الديتوكس هذا. والأكثرية ديال الناس اللي جربوه وعطى معاهم نتيجة مزيانة. وكنا واحد الأخت معايا اللي هي المناجر ديالي، هاد الديتوكس هذا جرباته، كانت كتوزن 114 كيلو، ودابا تبارك الله راه ولات عندها طايمانكاه. كنعرض عليها باش تجي هي تعطي التيموانياج ديالها. تفضلي أختي وفاء. السلام عليكم. شكرا أختي نعيمة. يعني اختي نعيمه هضرات لكم كوتي برودوي، فعلا هما مكملات غذائيه اللي كينفعوا الصحه ديالنا، ولكن ابارجينا نهضر لكم على كوتي بروجي، لان احصائيات اللي دارت مؤخرا ان بالنسبه لفوريفر حلت 25% ديال البطاله هنا في المغرب،
وانا كنعرفوا بالنسبه للازمه اللي وقعت بالنسبه لهاد الايامات ديال كورونا يعني بزاف الناس اللي فقدوا الوظائف ديالهم، والحمد لله بالنسبه للشركه ديال فوريفر حلت اليوم هاد الازمه هادي. هذا بروجي اللي ممكن اي واحد يديرو، ممكن ربة بيوت يعني الناس اللي عندنا انه عندهم وظائف، والحمد لله مع فوريفر يعني داروا يعني احنا بغينا الراحه الماديه ابار ان الراحه اللي هي يعني معنويه. فوريفر كتجمع جوج الحوايج، كتنفعنا في الصحه ديالنا وكتنفعنا حتى في الجيب. انا كننصح الناس انهم يجربوا المنتوجات، وعلاش لا يجربوا حتى البروجي لان فيه ميدان.